هذا بلوك ديال المخازنية. هذا البلوك هي باء ملكية من محمد الخامس اللي غنقولوا ليها، يعني سكننا فيها من 54 والمخازنية اللي ساكنين هنايا وبقاو المخازنية ساكنين، وهذا الشيء اللي كاين. والحالة ديالنا راها ماشي عندنا كبيان ولا شي حاجة، راه عندنا بلوك يعني بالبنية التحتية ديالو في 54 وفراه في المحافظة، يعني ماشي شي حاجة عشوائية ولا شي حاجة. ودابا تنطلبوا حنا راه ناس خدمنا مع الدولة وتشوف الدولة بعين الاعتبار ان ناس ماشي ديال التكرفيس، حنا ماشي ديال شي حاجة، حنا ناس وكبرنا في السن والحمد لله راه ضحينا وباقي غنضحيو وتنضحيو. وحنا شعارنا الله الوطن الملك. وهذا البلوك هذا ولدي راه عنده 71 سنه، راه ما هائل السقوط، ما فيه حتى شي حاجه، غير بغاتو الدوله هي الاولى، ولكن ماشي بهذه الطريقه. يعني يعوضنا سكان اللي لايق بنا. جاو شي ناس بسميه الوالي، قال لك اسيدي بين الصباح والعشيه راه عندكم بارتمات غادي تمشيو تشوفوهم جهه الولفه، بارتمات يعني مبنيين شحال هادي، فيهم ما فيهم لا شمس لا حتى شي حاجه، يعني ما غير سكن اقتصادي غير لائق بالانسان. كاين من الرحمال يعني باقين الجدرميه، عند الجدرميه من الحضاري للقراوي. انا ساكنه بعد 30 عام هنايا، مزوجه وولد مخزني، ما في حاليش ما عنديش اخويا، كنعيش ما خدامه ما والو. وهاد الناس قالوا لنا 10 مليون وما يساعدوا معنا، حنا ما خدامين ولا ما عندنا باش نعطيهم، يعطونا سكن منا خرجوا منا فابور مرحبا. ما عندناش ما في حالناش ما عندناش، ما خدامين ما والو ولدي، كلشي حنا ما خدامينش، لا ما طلبنا من ناكلو. انا بعدا لائق كما قال لك، ما عندناش وليدي، راه حنا ما عندناش باش نخلصوا، وما دابا داروا لنا 10 المليون ونخويو ونمشيو نكريو، ورا ما عندناش باش نكريو، ما عندناش باش نخلصوا. حنا ارنا لاطر ما عندناش، وعندنا 6 الاولاد في الدار ساكنين بوليداتهم، راه ما عندناش، عندنا الله سبحان الله هو، راه ما عندناش حتى كي غنديروا نشرو الدواء بهاد 10000 اللي كناخذو، غنشرو الدواء نشرو الماكله نكريو كنديروا في الكرا. راجيا 56 عام وانا هنا، اللهم بارك، انا 56 عام وانا ساكنان حنايا. دابا كنطالبوا على الله والملك وحقنا، زيدي انت شي حاجه.